نجم محمد إمام بيستعد للاحتفال بزواجه بكرة على فتاة من خارج الوسط الفني بالساحل الشمالي، ده وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وده عدد من أصدقائه المقربين للاحتفال معاه داخل فيلا الزعيم. من ناحية تانية بيخوض محمد إمام السباق الرمضاني الجاي 2019 بمسلسل جديد تأليف باهر دويدار، وبيستعد لتصوير فيلمه الجديد لص بغداد مع المخرج أحمد خالد موسى ومن تأليف تامر إبراهيم. وطبعا ألف مليون مبروك لمحمد إمام.